راحة لاعبتها. واحنا شفنا الفترة اللي فاتت وامبارح حتى في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن طالع يقولك انا كنت عايز 3 ايام بس، ورغم كده لا الاندية وافقت ولا الاتحاد الكرة قادر يسيطر على الاندية. طالما مش قادر تسيطر روح، فاحمد ربنا. النهاردة الكابتن حسام حسن بينقذك من الذبح والسلخ والاهانة، وانا بقول الكلام ده ماشي لاتحاد الكرة عشان ان هو عنده اندية، يعني اتحاد الكرة عنده اندية بعينها هي الاهم من منتخب مصر، ولكن حسام حسن ولعبته امبارح كانوا رجالة بتخليك يعني بتخلي اتحاد الكرة يقعد تاني على الكراسي، يقعد تاني على الكراسي. والفترة اللي جاية بقى تحضروا بقى، والفترة اللي جاية بقى تعملوا فيها ان انتم قلبكم على قلب الاتحاد، على قلب المنتخب وعلى قلب مصر. وللأسف الصورة والحقيقة غير كده خالص، الصورة والحقيقة غير كده خالص. انتم مش قلبكم الا على اندية الدوري واندية بعينها. بس نرجع للمباراة النهاردة هتكلم عن مباراة منتخب مصر بكل تفاصيلها، لكن ما تنساش اهم حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حلقتنا طويلة شوية، فبستأذن حضرتك تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. الحقيقة أنا اتفاجئت النهاردة بتشكيل الكابتن حسام حسن، إنه بيلعب بطريقة 4-3-3، بيلعب بتفندر 1 و2 جنبه زيزو وتريزيجيه، ودي حاجة جديدة في الكرة المصرية الفترة الأخيرة مش متعارف عليها. وطبعا كان بيلعب قدام صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، طبعا ورا بقى كرام ربيع مع حمدي فتحي اللي هو كان مفاجأة بالنسبة لي. حمدي فتحي نزل وأحمد حجازي قعد، كان مفاجأة المباراة هو حمدي فتحي يلعب في الحتة دي، وطبعا على الطرف محمد هاني ومحمد حمدي والشناوي حارس مرمى. الشوط الأولاني مجمله كده إن المنتخب المصري كان مسيطر بكل المقاييس، بس انت الكورتين الحقيقة اللي انت رحت بيهم جبتهم جول، يعني بصراحة كورتين. سيبك بالكرة بتاعت مصطفى محمد اللي شطة ما جاتش بين التلات خشبات، طبعا المعلق قعد يهلل، وفي الكرة التانية اللي مرموش شطها في الدقيقة 31 وطلعها برضو الجون طلعها وطلع الكورنر، انما ما كانش في حاجة حقيقية الحقيقة غير الهدف بتاع رامي ربيعة، واللي من خلال يعني الهدف ده والجون ده اللي مصطفى محمد صنع لعمر مرموش انفراد تام بالمرمى في الوقت بدل الضائع، في اول دقيقة في الوقت بدل الضائع، وقدرنا ان احنا نترجم حلاوة الشوط الاولاني بالهدفين دول. فدول ادوك طمأنينة وادوك ثقة، ونزلت الشوط التاني هنا بقى نقف ونقول تمام المعدل البدني، فعلا المعدل البدني في الشوط الثاني احنا واقفين على 18 بتاعنا، وبنلعبها على الكور الطويله لصالح يعني تريزيجيه وكره لعمر مرموش. ولكن الشوط الثاني بخبرات وقله مستوى الفرقه بتاعه الراس الاخضر قدرنا ان احنا نسيطر ونخطف الجون اللي هو الثالث بعد نزول مصطفى فتحي وابراهيم عادل. طبعا الشوط الاولاني زي ما قلنا يمكن كان فيه استحواذ وبتاع وشكل والكلام ده، انما الايجابية على الجون كانت ضعيفة يعني باستثناء الهدفين. ولكن مع بداية موسم زي كده التمس العذر، لكن اللعيبة والجهاز الفني لازم نلتمس لهم العذر بجد، يعني وعايز اقول ان بجد فوز المنتخب بينقذ اتحاد الكرة كله، لان احنا اتحاد الكرة ده بجد لازم يمشي، يعني الفترة اللي جاية ده لازم يمشي ما يقعدش تاني ما يكملش، لان عنده الاندية اهم من منتخب مصر. احنا النهاردة لو كان حصل حاجة كانت كل مصر كلها هتطلع تهاجم في حسام حسن، وكل مصر النهاردة لازم يعني الهجوم كان يبقى شرس جدا، وكان هيبقى فيه موقف، والموقف ده كان ممكن ان هما يمشوا بدري او يمشوا بدري لان مش حاطين منتخب مصر في حساباتهم.
حسام حسن واللعيبة النهاردة هم اللي أنقذوا الموقف اللي يعني اللهم الشديد، يعني الموقف الشديد قوي ده هنقول بداية، يعني هنقول فيه بداية موفقة، هنقول حسام حسن النهاردة قدر ان هو الى حد ما بيثبت يعني اقدامه كمدير فني يعني لمنتخب مصر، اي لعب بطريقة فاجئنا كلنا بيها، واعتقد ان مفيش محلل في الكورة في مصر كان يعني هيتوقع الطريقة دي واللي هو لعب بيها ده، لان دايما هيقول لك يعني هلعب باتنين ديفندرات، لان برضو على اخر دورتين ان الفرقة دي هي الحصان الاسود بتاع البطولة الافريقية اللي فاتت سواء الاخيرة دي اللي قبليها، فبرضو فرقة تحترم وفرقة كانت يعني تعمل لها مليون حساب يعني. ولكن النهاردة اعتقد بعد الفوز ده انت كده ان شاء الله هتلعب يوم الثلاث مع بوتسوانا باذن الله، تكسب الماتش ده باذن الله خلاص انت ضمنت ان شاء الله الصعود للبطولة في المغرب. فانا بحيي حسام حسن وبحيي اللعيبة وبقول لمجلس الإدارة اتحاد الكورة كفاية بقى بجد كفاية، يعني الفوز ده علشان اللي اتحقق النهاردة انتم، انا عارف يعني ان انتم انقذتوا نفسكم والتخطيط والمشرف العام والمشرف العام، اذا كان المشرف العام ما بيروحش اصلا يعني المشرف على المنتخب ما بيروحش اصلا، فياريت بقى الفترة اللي جاية دي الفترة اللي جاية دي شيلوا ايديكم سواء من جدول الدوري سواء من التنظيم بتاع الدوري سواء من كل حاجة، ويسيبوا بقى الناس اللي جاية دي هي اللي ان شاء الله تنظم، يعني هي اللي تنظم وهي اللي تدير بقى، لان انتوا بصراحة الفترة اللي فاتت دي كانت عك في عك في عك. فان شاء الله عايزين نشوف وجوه جديدة بقى بإذن الله، وده بقى من خلال سيادة الوزير أشرف صبحي وخلال الدولة بقى بجد يعني، وخلال الأندية بتاعت الجمعيات العمومية دي يعني اللي هم بيروحوا ما يعرفوش يعني بيعملوا ايه، الحقيقة ما يعرفوش هم بيعملوا ايه. تمام، ياريت كل الناس تساند منتخب مصر، ياريت اتحاد الكرة المصري خلي عندك دم وامشي بقى، لان انت بصراحة 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 سبب من اسباب او السبب الرئيسي من اسباب فشل الكرة المصرية الحقيقة، اتحاد الكرة سبب من أسباب فشل الكرة المصرية. عايز أتكلم معاك كمان على قصة أحمد حجازي، على قصة أحمد حجازي غضب ورفض المشاركة امبارح على فكرة، رفض المشاركة في مباراة كاف فيردي. رفض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر المشاركة في مواجهة الفراعنة أمام كاب فيردي خلال منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. أحمد حجازي ظهر غاضبا جدا على مقاعد البدلاء خلال أحداث مباراة مصر وكاب فيردي، حيث سلطت عليه الكاميرات خلال انفعاله على أحد المتواجدين بالدكة وسط محاولات تهدئة من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين. وكشف مصدر بمنتخب مصر أن أحمد حجازي كان غاضبا من تواجده على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به بصفة أساسية رغم غياب محمد عبد المنعم، حيث فضل حسام حسن الاعتماد على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، وقال أن أحمد حجازي رفض المشاركة بدلا من رامي ربيعة الذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني، ليضطر حسام حسن للدفع بأحمد رمضان بيكهام بعدما سقط مدافع الفراعنة مجددا على أرضية الملعب. الحقيقة تصرف وحش جدا من أحمد حجازي، ما كانش ينفع ان هو يتصرف كده، ده مباراة منتخب مصر تلعب ما تلعبش اهم حاجة في الاول وفي الاخر مصلحة المنتخب. عايز اتكلم معاكم كمان على قصة محمد علي بن رمضان، وافتكروا الكلام ده رسميا، محمد علي بن رمضان اهلاوي اهلاوي، والكلام ده هيتعلن يوم الاربعاء القادم، وخليكم فاكرين الحلقة دي كويس قوي علشان تراجعوها. محمد علي بن رمضان اهلاوي، ولكن التأخير الحاجة الوحيدة هو تحويل قسط الصفقة للنادي المجري، وسيبك بقى من اللي يقولك اللي هو تأيد في القائمة الأوروبية والكلام الفاضي ده، أنا بقول لكم محمد علي بن رمضان أهلاوي، وافتكروا الكلام ده كويس قوي، ويحييني ويحييكوا ربنا يوم الأربعاء القادم. بشكرك
ان انت استكملت معايا الحلقة للنهاية. يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو وباشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا يا صديقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.